الإمام الكاظم يختار لحجة الله، لولي الله، لعالم آل محمد يختار امرأة ليست امرأة عربية، وإنما هي امرأة مغربية. هذه أم الإمام الرضا، تكتم زوجة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أيضا ما كانت امرأة عربية، أم الإمام الجواد، وإنما كانت امرأة نوبية من بلاد النوبة، يعني من إفريقيا، منطقة قريقة من إفريقيا يقال لها بلاد النوبة. هذه المرأة السيدة سبيكة زوجة الإمام الرضا والدة الإمام الجواد كانت امرأة نوبية. هذا يعبر ضمن ما يعبر عن عالمية حركة الإسلام. نحن نفكر في إطار محدود، نفكر تفكيرا عشائريا، نفكر تفكيرا قبليا، نفكر تفكيرا قطريا، نفكر تفكيرا إقليميا، ولكن هذا الشيء لا يوجد له أثر في الإسلام. الإسلام حركته حركة عالمية، النبي صلى الله عليه وآله حركته كانت حركة عالمية. إذا النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يفكرون كما نفكر نحن، ما كانوا للعالم كله، كان نبيا لأمته، كان نبيا لإقليم، كان إماما لقطر، ولكننا نعتقد أن حركة النبوة وحركة الإمامة حركة عالمية. الإمام مو فقط إمام للعرب، لا، إمام للعرب وللعجم، بل لجميع المخلوقات في هذا الكون. فإذا التفكير لا يكون تفكيرا قطريا أو إقليميا، الحركة لا تكون حركة قطرية أو إقليمية، لا، وإنما هي حركة عالمية، لأنه إمام الكل وحجة الله على الكل. أنتوا لاحظوا هذا الشيء جدير بالتأمل وبالتفكير في ذلك المحيط المنغلق، محيط الجزيرة العربية، محيط منغلق، حتى البلد ما كان مطروح عندهم، يعني الحجاز مثلا أو اليمن أو العراق، لا، وإنما كانت هنالك قبائل أو كانت هنالك أفخاذ معينة. هذا من بني تميم، كان يفكر في بني تميم، هذا تفكير، أو كان يفكر في فخذ من أفخاذ بني تميم، يعني شق في هذا المحيط المنغلق. النبي صلى الله عليه وآله يأتي في أعظم كتاب إلهي. لاحظوا أن الإسلام كيف يوجه الفكر
في أعظم كتاب إلهي وفي أعظم سورة من هذا الكتاب القرآن الكريم، أعظم كتاب إلهي، وسورة الحمد أعظم سورة في هذا الكتاب. في سورة الحمد في الآية الثانية نقول: الحمد لله رب العالمين. عالمين يعني شنو؟ فكرنا في هذه النقطة. عالمين جمع عالم، العالم عبارة عن مجموعة من الكائنات المختلفة التي يجمعها جامع حقيقي أو اعتباري، تجمعها وحدة مكانية أو زمانية أو صفاتية، هذا يقال له عالم. نحن نفكر في إطار العالم، مو في إطار العالم بل في إطار العالمين، وهو جمع العالم، يعني البشر عالم، الملائكة عالم، عالم الملائكة، الأجن عالم، عالم الأجن، الحيوانات عالم، عالم الحيوانات، الجمادات عالم، عالم الجمادات. نحن نفكر كل يوم 10 مرات على الأقل، نكرر هذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، يعني جميع العوالم، العوالم المنظورة، العوالم غير المنظورة، عوالم عالم الغيب، عوالم عالم الشهود، رب العالمين، الله للجميع، الله لا يختص ببلد معين أو بقطر معين، لا، رب الكل ونحن عبيده. هذا التوجيه في ذلك الوقت، الآن يقال العولمة، العولمة في إطارها الصحيح جاء بها رسول الله قبل 1400 عام، العالم كله كان يعتبره كقرية واحد، الأمة كلهم أبناؤه، الناس كلهم أبناؤه، هكذا كان يتعامل معهم. إذن واحد يتعجب ليش أن أم الإمام الرضا كانت امرأة مغربية، لماذا زوجة الإمام الرضا كانت امرأة نوبية؟ لا فرق بين بلد وبلد وبين محيط ومحيط. هذا يعبر ضمن ما يعبر عن عالمية حركة الإسلام وعالمية حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وعالمية حركة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.